أظن يعني أي حد فينا أب كان أو أم بيقدر يستوعب جيدا جدا أهمية طريقة تربية وتنشئة أولاده، وإزاي إن الطفل ده وعيه بيتشكل يمكن من اللحظة الأولى التي يصبح فيها داخل دنيانا الطويلة العريضة، رائعة كانت أو غير رائعة، مش دي القصة. وتشكيل وجدانه وتشكيل وعيه أمر شديد الأهمية. الطفل اللي بيتولد النهاردة أو الأطفال الصغيرين اللي موجودين دول 5 6 سنين 10 سنين حتى، هم دول المستقبل الحقيقي للبشرية، وبطبيعة الحال هم المستقبل الحقيقي بتاع مصر. يعني في حالتنا أطفالنا هم مستقبلنا، حاضرنا هم شبابنا، عشان بس نفرق في المفاهيم. أما الماضي ده أنا وحضرتك، وإحنا الناس اللي على مشارف 50 فإحنا خلصنا. الشبان اللي موجودين هم حاضر هذا الوطن وهم اللي بيبنوه، والأطفال دول هم المستقبل. طيب في اليوم العالمي للطفل، مصر بدأت تشتغل على مجموعة من المبادرات متعلقة بإيه؟ بالارتقاء بوعي الطفل، تنشئة هذا الطفل ووعيه وصناعة وجدانه. خلونا أولا ناخد على التليفون الكاتبة سماح أبو بكر عزت، منورانا على التليفون يا أستاذة سماح. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك وسعيدة أني معاك لا ده النهاردة. أنا أسعد. في يوم عيد، يعني بالنسبة لي ده يوم عيد، يوم العالمي للطفل. طب لا أنا عندي العيد عيدين، حضرتك معانا على التليفون كمان. ربنا يخليك من ذوق حضرتك، ألف شكر. حضرتك يمكن أسهمتي بمنتهى الفاعلية في تشكيل وجدان الأطفال، ومن هنا هسأل، بتشوفي مصر إزاي قدرت تدشن مجموعة من المبادرات همها الرئيسي والأوحد الارتقاء بوعي أطفالنا؟ والله شوف هقول لحضرتك، أنا الحقيقة في منتهى السعادة، لأنه أنا يعني بشتغل مع الأطفال على الأرض، مش بس عبر قصص أو حاجات زي كده. أنا شايفة دلوقتي اهتمام القيادة السياسية والدولة بملف الأطفال في العديد من المناحي. يعني عايزة أقول لحضرتك أنه أنا مثلا من أسبوعين كنت في دير مواس مع المجلس القومي للمرأة، مبادرة مشروع دكتور مايا مرسي أطلقته لمناهضة الهجرة غير الشرعية، فإنها تتوجه للأطفال في هذه المبادرة. أي حد هيقول لك طب وهي الأطفال بتهاجر؟ لا، بس ما هو الطفل ده اللي هيكبر هيبقى شاب، صح. لو ما حصلناهوش من النهاردة هو ده اللي ممكن يبقى سهل اصطياده إنه هجرة غير شرعية. في نفس الوقت هذا الطفل هو اللي ممكن يؤثر على والده إنه له متطلبات يمكن الوالد ما يقدرش يلبيها فبيهاجر عشان يحقق له طلباته. فإذا بقينا دلوقتي بنتوجه للأطفال في مبادرات أو في فعاليات يعني متعددة. الطفل بقى له حضور دلوقتي، يعني الطفل، أنا لسه أستاذ يوسف يمكن من أقل من 48 ساعة كنت في بلجيكا لفعاليات لتنمية الوعي والانتماء وتعميق الهوية المصرية، بالحمد لله يعني عدة فعاليات بترتيب من سفارتنا في بروكسل سيادة السفير بدر عبد العاطي رتب لي حبيبي. يعني عدة فعاليات مع جامعة بروكسل، مؤسسات هناك، مع مؤسسات معنية بتنمية وعي الأطفال واللغة العربية، تنمية وعيهم والانتماء. حركت في كذا مدينة هناك، قعدت مع الأطفال وشفت إزاي بيفكروا، اتكلمنا وتناقشنا وشفنا يعني مدى ارتباطهم بالوطن. فإحنا بنتحرك على الأرض سواء في داخل جمهورية مصر العربية أو حتى في الخارج، فدي يعني ده اهتمام يعني انا لمسال حقيقه يعني من الدوله ومن مؤسساتها سواء في الخارج او في الداخل بالطفل، وهو طيب. ده اللي احنا كنا بنتمناه يعني من وقت بعيد، ولكن الحمد لله يعني بشكر فخامه الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه، لانه الطفل دايما يعني بيشغل حيز كبير قوي في اهتماماته رغم يعني مشاغله واهتماماته العديده، ولكن الطفل حاضر دايما دايما دايما. وبتشوف حضرتك دلوقتي انه كمان حتى بقى فيه توعيه ضد التنمر وضد الحاجات اللي ممكن يواجهها الطفل بشكل او باخر.
اشتغل على الارض مع حياه كريمه برضو بتتوجه للاطفال مش بس للمنشات والتعمير والحاجات اللي هي مستهدفه، ولكن تنميه الانسان هو ده اللي كان دايما سياده الرئيس بيؤكد عليه، انه تنميه وعي الانسان المصري، فما بالك بالطفل بقى. طيب استاذ سماح، رائع قوي انه حضرتك لسه راجع من بلجيكا. كم يوم في بلجيكا؟ أنا قعدت 8 أيام. حلو. عملت فعاليات في كذا مدينة هناك الحقيقة، يعني كنت سعيدة جدا الحقيقة، لأن قابلت أطفال مش بس مصريين، قابلت أطفال من مختلف الجاليات العربية. رائع. حقيقي، فشفت كمان إن هم عندهم حصيلة لغوية لا بأس بها أبدا بالعربي، وحاطين علم مصر وبيقولوا تحيا مصر وحاطين نماذج من الحاجات الفرعونية بتاعتنا، لا يعني الأطفال خامة طيعة، بس تلاقي اللي يشكلها صح، تلاقي اللي يحطها على الطريق ويديها الفرصة انها تعبر عن نفسها. ما هي الفوارق بين الطفل الذي ينشأ ويترعرع في بلجيكا والطفل اللي بينشأ ويترعرع في مصر؟ ليه بسأل السؤال؟ علشان عايز اعرف احنا لسه محتاجين نعمل ايه، انا لسه محتاج ايه عندي، عايز اركز على ايه. التجربة البلجيكية هنا بقى على يد الأستاذة سماح أبو بكر عزت، التجربة بتقول ايه، استطيع استنبط منه ايه ليه عليا هنا في مصر؟ اللي هقدر اقوله لحضرتك انه الطفل هناك يمكن بيقدر عنده شوية حرية انه يعبر عن نفسه، او حلو. بمعنى اصح عنده المساحة اللي بيسمع فيها. الطفل هناك واخد وضعه، يعني عايز اقول لحضرتك ممنوع حضرتك حتى تصور طفل من غير موافقه، يعني الى هذا الحد الطفل له قدسيه هناك، له قدسيه في انه محدش ياخدش خصوصيته، محدش يفرض عليه حاجه دون ما يكون هو مثلا مقتنع بيها، ولكن في المقابل لا، احنا عندنا برضو بندي الاطفال يمكن مساحه من الحنان اكثر، يمكن بنهتم شوية أكتر بإن إحنا نوفر له كل حاجة. لا بره مش كده، يعني بره مع الأب والأم هناك ما عندهمش الهلع ده على الأطفال زي ما إحنا عندنا هنا، فعشان كده هتلاقي الأطفال هناك شخصيتها يمكن يعني أقوى شوية، بتتحمل في صراحة إن لا مش هقدر أجيب ده، لا أنت خدت ده مش هتاخد ده، إحنا هنا حنينين قوي. يعني هو يعني كنا نقول انه الاطفال المصريين الاجانب يقولوا على الاطفال بتوعنا ان هم شيلترد، محميين اكتر مما ينبغي. بالضبط. بنفرض بالضبط. عليهم حمايه وبنحوط وتحلق اكتر مما ينبغي. ده حقيقي. فهنا بقى بتيجي الفكره اللي في دماغي، هو احنا بس محتاجين نرفع الوعي بتاع الاطفال بتوعنا، ولا الأبهات والأمهات إحنا محتاجين نشتغل عليهم أكتر في إطار بلاش إجراءات حمائية أكتر مما ينبغي للطفل؟ ما ينفعش أبقى بدرس للطفل مثلا في المدرسة أو بعمل له ورش عمل بقول له خلي شخصيتك قوية وتناقش وعبر عن رأيك واتفق واختلف، وأول ما يرجع البيت يجي يقول حاجة أبوه أو أمه ولد ولا كلمة اللي أقول لك عليه تسمعه. اللي بتقوله حضرتك ده بالظبط يا استاذ هو اللي انا عايزه اقوله، انه احنا يعني بنصادر ساعات على الطفل انه يعبر عن رايه بدافع ان احنا خايفين عليه، فيفضل طول الوقت حاسس ان هو مش عارف، يعني ملوش كيان. لكن لا، لازم يعني لازم نديله شويه حريه يقابلها مسؤوليه، لانه انت اذا اخذت حريه فاذا انت مسؤول عن تصرفاتك. طبعا. فلازم هنا تبقى بتفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما تعمل أي تصرف، قبل ما تقول أي حاجة، قبل ما تاخد أي خطوة في حياتك. الاستشارة طبعا مطلوبة، والأب والأم دورهم يعني لا نغفله، ولكن ندي الطفل بس شوية مساحة اللي تخليه أجرأ شوية، اللي تخليه يقدر يتحمل مسؤولية. دي مهمة جدا جدا جدا، يعني أنا بشوف إن يمكن هو ده فعلا الفرق ما بيننا وما بينهم، إن هما ما عندهمش الخوف أو الهلع ده، فبتحس إن الطفل هناك أجرأ أو يقدر يعبر عن رأيه أو ما بيخافش قوي زي عندنا، يقدر يقول لك لا مش هعمل كذا أو لا أنا ما أقدرش، يعني بمنتهى الأدب، بس في 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 مساحة إنه يقدر يعني يتحرك فيها. لكن صحيح. هنا الطفل دايما بدافع الخوف بيبقى على طول يعني إيه، خايف يتكلم، خايف يقول رأيه، حتى لو شايف حاجة غلط خايف يقول إن ده غلط،
ساعات بينقاد انه اصحابه بيعملوا حاجه هو مش موافق عليها قوي، بس ابقى معاهم لا يقولوا عليا جبان، فممكن ينجرف في تصرف مش مظبوط، بس لمجرد الحفاظ على صورته انه لا ما يتقالش ان ده جبان، ده لا قول لا. لا امتى نقول لا؟ انا دايما اقول للاطفال كلمه لا امتى بنقولها؟ امتى نقول لا؟ صحيح. انا بشكرك جدا 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 الاستاذه سماحه بكر الكاتبه المعروفه، شكرا جدا على المداخله.